لماذا توهج هذه الأسماء، عدد من الأسماء؟ نتحدث عن مبابي وربما حتى تألق فالان مثلا في الدفاع، وفي مقابل ذلك لا لوكاكو ولا دي بروين ولا ربما عدد من الأسماء. لماذا في لايني اليوم ما أداش مقابلة؟ لماذا في مثل هذه المباريات ما يتألقوش لاعبين ويتألقوا لاعبين؟ ما هي الأمور اللي تدخل في ذلك؟ هي ذكاء المدرب، لأن اليوم لوكاكو كان الفريق الفرنسي ربما طلع ب 30 متر البلوك ديالو، لوكاكو ربما كان يسيب الثغرات ويسيب لي زون وين يطلب الكره. الشيخ كيما مع البرازيل اكزاكتو لي زيسباس، ما تخليش لي زيسباس باسكو هما كانوا يلعبوا البرازيل. فوالا دونك لهنايا سي الذكاء تاع المدرب. المدرب اليوم دار استراتيجي تاع باش سير تقريبا 90% ما يخسرش. دار هذه الاستراتيجي، طيح لك اون اوكازيون تي مارك دي كاليفي سي سكي سي باسي. واليوم ما تنساش لوكاكو طاح بك لو ميور اكس سنترال دو موند اليوم اكتيونمون، فاران اومتيتي اي سون اون فورم صاوني لامبو تاع ريال بارسا سيون اي سون اون فورم دو يفكرونا في لاكس اللي كان تاع اللي كان نو تاع الاسبان لما كانوا في التوب نيفو تاعهم بويول وراموس. راموس كان على الدروات، كان على الدروات ما اسمه، كان مع بيكي بيكي غوشي الاخر درواتي. دونك واحد يشد واحد، دونك في المستوى عالي، دونك افيك ان غران غارديان. اليوم لا فرنسا عندهم نفس المواصفات في الدفاع كما الفريق الاسباني لما فاز بالكاس العالم. ولهذا نظن باللي الفريق الفرنسي عنده كلمته في النهائي، ونشوفوا دابور مع من راح يطيح. ولكن سي لو بلان سيستم ديفونسيف سي ان غران برافو بور ديشان اللي فريمون كيما يقول لك. ومن بعد كيما يقول نرجعوا نهضروا على بوتيتر لا فينال اللي ما عندوش فيها الزهر.